صباح الخير على حضراتكم واهلا بكم في فقرتنا الطبيه اللي دايما بنقدمها لحضراتكم كل يوم في اخر فقرات صباحك عندنا. والحقيقه النهارده فقرتنا فقره مميزه جدا لانها فقره طبيه تجميليه. اكيد كلنا بنتمنى الحصول على شعر صحي من غير هيشان وتقصف ومشاكل الشعر الكتيره. واحنا في فقرات سابقه اتكلمنا اكيد عن مشاكل الشعر والحلول الجذريه ليها من وجهه النظر الطبيه. النهارده هنتكلم عن مشاكل الشعر وحلولها لكن من وجهه نظر خبراء التجميل، مع ضيفتي وضيفه حضراتكم النهارده خبيره التجميل ببيوتي سنتر جرين اميره مصطفى. صباح الخير يا اميره. صباح النور. منورانا النهارده. ده نور حضرتك، ميرسي. اميره، طبعا احنا قلنا يعني دايما مشاكل الشعر بيبقى ليها اسباب كتيره، واتكلمنا عن مشاكل الشعر من الناحيه الطبيه كتير جدا. من الناحيه التجميليه دلوقتي بقى مؤخرا بقى اي بنوته عندها مشكله في شعرها فبتروح اي بيوتي سنتر، فعلى طول بيلجا لمستحضرات ظهرت مؤخرا كتيره جدا زي الكيراتين وغيرها من المستحضرات والمنتجات دي. عرفنا بعد كده انه المستحضرات دي فيها خطوره وهي مش بتفيد الشعر، لا دي بتاذيه جدا. بس عايزين نعرف الناس من وجهه نظرك انت كخبيره تجميل ايه الخطوره في المستحضرات دي؟ تمام. هو طبعا اول ما ظهر الكرياتين كان عامل طفره طبعاً. وانا شعري هيبقى ناعم هيرجع شعري كويس، والناس اوريدي اللي ما كان شعرها ناعم وهيبقى بالنسبه لها ده حلم ان هو شعرها يبقى ناعم. ناس كتير قوي لجأت ليه وهي مش فاهمه هو عباره عن ايه، ولا كنا حتى لسه نعرف مخاطره، كانت حاجه جديده وكل الناس بتجرب. تمام. بس مع الوقت طبعا اكتشفنا ان المكون الرئيسي بتاع الكرياتين او البروتين او الحاجات اللي هي بتدي نسبه فرد عاليه هو ماده الفورمالين، وماده الفورمالين دي هي الماده اللي بتستخدم لحفظ جثث الموتى طبعا. فالفكره ان احنا بنحنط الشعر والمنظر النهائي حتى بيبقى منظر تحنيط، وهي ما بتقفش بقى مخاطره عند قصه المنظر، طبيعية. بيبقى شكلها طبيعي. لا خالص، هي تبقى واقفة بشكل مبالغ فيه قوي وشكلها مش طبيعي خالص، ما تحسيش ان الشعر صحي او فيه روح. وبرضو المخاطر مش بتقف لحد هنا وبس، اللي بيحصل بعد كده ان احنا بنوقف التنفس عن الشعر، الشعر نفسه بيبقى شكله مش حلو، بيبتدي يتساقط لان هو مش وصل له غذاء ومش وصل له هواء. صحيح. فالشعر بيبتدي صحته تروح، ودي كانت اول المشاكل اللي بتقابل الناس اللي بتستخدم الكرياتين او البروتين او الحاجات اللي هي مش معالجه، ان بيحصل رقم واحد ان الشعر بيتساقط، بيبقى شكله مش طبيعي، بيحصل ان في شعر بيتحرق، اطوال الشعر بتبقى مختلفه، بيبقى باين ان هو مقصف قوي. تمام. فهي كانت اضراره اكتر من منافعه بكتير قوي. يعني فكره الكرياتين والبروتين هو الموضوع مش علاجي تماما خالص خالص. بس اكيد يا دكتور يعني من وجهه نظركم انتوا برضو كخبراء تجميل وخصوصا في بيوتي سنتر جرين، اكيد في بدائل بقى لفكره الكرياتين والبروتين، لان برضو مش كل الناس، يعني احنا عارفين انه طبيا مشاكل الشعر بتحتاج وقت ففي شوية. ناس كتير طبعا لو عروسه او بنوته عندها حاجه مهمه محتاجه تعالج شعرها بطريقه سهله وسريعه، فمفروض انه عندكم تقنيه جديده في بيوتي سنتر جرين اللي هي بروتكس، عايزين حضرتك تكلمينا عنها بقى شويه. تمام. هو عامه بدايه علاج الشعر بيبقى ليه شقين، شق داخلي اللي هو عن طريق بصيله الشعر والتغذيه والفيتامينز اللي بتبقى ناقصه الشعر وناقصه الجسم. تمام. دي بتعالجه داخليا اللي هي بتعالج الشعرايه اللي لسه طالعه، انما الشعر اللي موجود بره ده ليه طريقه علاج ثانيه خالص. تمام. اللي هي بنتكلم فيها عن طريق البروتكس. بروتكس يمكن هو ما حدش يعرف الاسم ده لان احنا اللي مخترعينه اصلا او احنا اللي عاملين حاجه اسمها بروتكس. يا ترى ده عشان فكره الحمايه يعني ان هي جات مشتقه منها؟ لا، علشان هو عباره عن مكونين رئيسيين، عباره عن بروتين علاجي وعباره عن بوتوكس، فاخذنا اول الاسم ده واول الاسم ده وعملنا ماده البروتكس. احنا نقدر نستخدمها. القصه البروتين العلاجي هو دوت نفس نوع العلاج اللي بيستخدموه بره مصر او في الدول الاوروبيه واللي هو مصرح بيه في منظمه الصحه العالميه. تمام. دوت لان هو بيبقى خالي من الفورمالين، مفيش فيه اي مشاكل نهائي، وفي نفس الوقت هو مش بيديكي نسبه فرد، هو بيعالج مشاكل الشعر سواء التقصيف او الهيشان او الشعر مثلا يكون في الشعريه نفسها، في ناس عندها مشكله ان الشعريه بتبقى خفيفه قوي او رفيعه فاي حاجه بتاثر عليها، هو تمام. بيعمل بروتكتنج او حمايه، بيغلف الشعرايه وفي نفس الوقت بيدي على التقصيف والهيشان. في ناس بتلاقي ان شعرها من تحت كده بيبقى طالع منه كذا شعرايه متقسمه، شعرها متقسمه كده. ده اسمه تقصيف، ده برضو ناس كتيره بتعاني منه كلنا الحقيقه. فالحاجات دي كلها بيعالجها البروتين العلاجي، بس نيجي لنقطه الفرد، هو ما بيديش نسبه فرد نهائي. تمام. خالص. بس الشعر حتى لو كان كيرلي بس صحي ده اللي يهمنا في النهايه يعني. تمام. بس كمصريين مش هي دي وجهه النظر شويه، فاضطرينا ان احنا نفكر في حاجه تدينا نسبه فرد امنه وفي نفس الوقت ما يبقاش ليها اضرار. فلقينا ماده البوتوكس، هي عباره عن زيها، هي خدت اسم البوتوكس اصلا من بوتوكس العلاجي بتاع البشره. تمام. اوكي، هي نفس الفكره ان هي بتشد او التجاعيد دي بتختفي. دكتور احنا معانا الصور ده للبروتكس. تمام. ده البروتكس قبل وبعد، طبعا زي ما احنا شايفين الحاله
كانت شعرها باهت، في كسر كتير هايش جدا، والشعر نفسه فيه تقصيف، بس طبيعي ان ما يبانش التقصيف في الصوره. والصوره الثانيه دي كانت بعد البروتكس طبعا، جدا يعني الشعر بقى شكله صحي جدا، بقى فيه لمعه. هي دي الحياه اللي بتكلم عليها، ان الشعر يبقى فيه حياه، تحسي ان الشعر بيتنفس، شكله طبيعي كويس. يعني كمان يعني زي ما اتولدنا بشعرنا جميل وصحي، تمام. هو احنا بيرجع كده للبدايه، ان احنا بنديله كل النواقص اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت زي ما قلت البوتوكس كل اللي بيعمله ان هو بيشد الشعرايه، يعني بيفردها بس، بيضيع منها الكسره دي. كمان معانا صوره دي كان عندها مشكله، في ناس بتيجي تقولي ماشي انا شعري ناعم بس هايش ما عنديش تجاعيده، هو برضو بيحل نفس المشكله دي، الهيشان نفسه بيدي منظر مش كويس للشعر زي ما احنا شايفين، في اطوال مختلفه بسبب التقصيف، وفي نفس الوقت برضو ما فيهوش اللمعه، في كسره بسيطه راحت في الصوره الثانيه زي ما احنا شايفينها، والشعر شكله زي ما هو. يعني لو في تقصيف بعد البروتكس هيبان كويس جدا، كل الناس بتبقى عارفه ان التقصيف بيبان في الشعر، سواء هو مفروض او مش مفروض يعني في حالته الطبيعيه. تمام. طب دكتور حضرتك قلت لنا يعني البروتكس بنستخدمه في ايه، بس عايزين بقى نتكلم عن طريقه الاستخدام. يعني السيده او البنوته بتيجي في بيوتي سنتر، بنبدا معاها خطوات استخدام البروتكس ازاي؟ تمام. هو زي ما حضرتك قلتي في البداية ان علاج الشعر بيحتاج وقت شوية، ده العلاج اللي هو الداخلي. انما لو هنتكلم على العلاج الخارجي، هو البروتكس عبارة عن جلستين، اول جلسة بتبقى اول يوم عبارة عن ساعة ونص، من ساعة ونص لساعتين، بنغسل الشعر بشامبو معين، بيكون في مواد مش موجودة لان احنا بنحاول ان احنا نفضي الشعر من كل الزيوت اللي فيه، يبقى مغسول بطريقة معينة، مفيش اي مواد تبقى ماسكة في الشعراية نفسها، بحيث ان احنا لما نحط المادة المفعول كله يبقى، ايوه المفعول كله هيبقى ليها، مفيش حاجة تبقى واقفة ما بينها وما بين الشعر. تمام. دي اول حاجه، وبعد كده بننشف الشعر بالسشوار عادي خالص عشان ما يبقاش مبلول، بنحط الماده ديت بطريقه معينه وبنسيبها على الشعر لحد ما الشعر يمتصها كويس قوي. بنسيبها من ساعه الا ربع لساعه على حسب، لو الشعر جاف قوي او ناشف قوي بنضطر ان احنا نسيبه فتره اطول، انما لو الشعر طبيعي وامتصاصه طبيعي جدا للماده بنسيبه من نص ساعه لساعه الا ربع. تمام. بعد كده بنبتدي نشتغل بالبيبي ليس، ندخل الماده للشعر عن طريق الحراره وفي نفس الوقت بنثبتها عليها شويه، والبيبي ليس دي من العوامل اللي بتدي برضو نسبه فرد، لان هو الشعر بيثبت نوعا ما على اخر شكل كان عليه اللي هو شكل الشعر وهو مفروض بالبيبي ليس. طبعا عشان ما نرهقش الشعر ما بنعملش جلسه تانية، بنسيبها تريح، بتروح البيت، تيجي تاني يوم نص ساعه بس بالظبط بنعمل جلسه بيبي ليس تاني، علشان لو كان في الشعر عرق مثلا، او لو هي لفه طرحه او الشعر كان مكسر من يعني تحتيها، تاكيد على تاكيد بس. وبرده بيتغسل بشامبو معين، وبعد كده بقى بنقول لها الانستراكشنز او التعليمات اللي هي بتحافظ عليها ازاي، وبتبتدي بقى خلاص هي كده عملت الموضوع وخلصت من كل مشاكل شعرها. يعني احنا دلوقتي تخلصنا من مشاكل الشعر، بس ده لفتره محدده بنرجع نعمل بروتكس ده تاني، ولا كده خلاص المفعول طبيعي دائم؟ ودي حاجه بتدل برضو على ان هو ماده امنه ملهاش اي اضرار على الشعر، ان الشعر بيبتدي ينمو، فبينمو زي ما قلت في علاج داخلي وعلاج خارجي، بينمو بطبيعه الشعر الاولانيه. فبنلاقي ان الروتس او الجذور اللي بتطلع بالطبيعه الاولانيه اللي هي كانت موجوده في الاول، فبتضطر ان بيبقى الشعر من تحت مفرود وشكله كويس وصحي ومقفول، بس الشعر من فوق في مشكله بتاعه التجاعيده تاني، فبنيجي نعمل الجذور مره تانيه. طب اميره احنا نرجع نكمل كلامنا اكيد، لكن معانا تقرير هنشوفه ونرجع تاني. اوكي.
أميرة، زي ما شفنا في التقرير دي طريقة عمل أو استخدام البروتكس على الشعر، وكنا بنتكلم قبل التقرير أنه الشعر بيرجع ينمو طبيعي بحجمه الطبيعي بشكله الطبيعي، فمعنى كده أن المادة دي ما بتأثرش على الشعر خالص. بس كل السيدات إذا حابين يعملوا البروتكس هيسألوا هو مفعوله مستمر كمان، إزاي أقدر أحافظ على شعري بعد ما استخدم البروتكس يعني عشان يفضل شعري صحي على طول او اوصل افضل بالنتيجه دي على طول؟ تمام، هو طبيعي ان اي حد بيجي لنا في جرين قبل ما بيبتدي يخش يعمل البروتكس او كده انا ببقى قاعده معاه، ولازم بيبقى فاهم كويس قوي ان البروتكس ده مثلا انا نفذت 60 او 70% من العلاج، بس في جزء صغير ده بيبقى عليه علشان نكمل الموضوع. يعني في طريقه غسيل معينه لازم تغسل بيها، عدد مرات تغسل بيها، في شامبو كونديشنر او حمام كريم، يعني في مجموعه كده لازم تستخدمها، مش بينفع ان هي تستخدم اي حاجه. لو هي محجبه في طريقه معينه تلف بيها الشعر تحت الحجاب، ممنوع ان هو يبقى مبلول ونغطيه مثلا عشان ما يحصلش مشاكل. لازم نقصه كل فتره شهر او شهرين الاطراف من تحت. دي حاجات او هابتس صحيه اصلا لازم كل الناس تعملها، مش البروتكس بس، مش بس اللي استخدم البروتكس بس، طبيعي لان احنا عاملين حاجه في شعرنا او احنا حاملين شعرنا بطريقه معينه يبقى في اهتمام زياده شويه بيه. تمام. طب أميرة خليني أسألك، احنا البروتكس احنا قلنا ان هي مادة علاجية ما بتأثرش على الشعر جدا، وسمعنا كتير بقى عن مساوئ الكراتين او البروتين او غيرها من المستحضرات دي، ومنها طبعا وكانت اكتر حاجة انتشرت جدا خطرها على السيدة الحامل او الاطفال. البروتكس هل هو في خطورة على الاطفال او السيدات الحوامل؟ هو بالنسبة للكرياتين والبروتين كان الخطر فيها اللي هي مادة الفورمالين، وزي ما انا قلت هو المفروض ان البروتكس خالي تماما من الفورمالين احنا بنستخدم عشان الفرد. في ناس بتيجي تقولي طب هو خالي من الفورمالين، انت بتفردي بايه؟ انا بفرد بالبوتوكس مش بفرد بالفورمالين. فهي ديت الفكره، ان انا شلت الماده بتاعت الفرد خالص من العلاج بحيث ان انا ما يبقاش عندي خلط ما بينهم هما الاثنين، وجبتها بماده تانية خالص ملهاش اي مساوئ. فاحنا نقدر نقول ان هو على الاطفال ما فيش اي مشكله، الا بس يعني حتى لما بيجي لي طفله لازم اقعد معاها الاول. انا مشكلتي بس بتبقى مع الاطفال، الاطفال اللي حركتهم زياده كتيره طبعا، وتقوم وتروح وتيجي. ففي اطفال ملهاش طاقه ان هي تقعد ساعتين كاملين من غير ما تتحرك، دي المشكله الوحيده اللي بتقابلني مع الاطفال. وبالنسبه للحوامل مفيش مشكله خالص، بس في شهور معينه اللي الطفل بيتكون فيها وبيبقى بيسحب كل حاجه من مامته، يفضل حتى الصبغه ان هي ما تعملهاش في الشهور دي. انما بعد كده الموضوع امن جدا بالنسبه للحوامل، مفيش فيه مشكله. طب احنا اتكلمنا عن علاج هيشان الشعر وتقصف الشعر، وقلنا البروتكس يعني علاج جميل جدا وهنقدر نحمي الشعر بعده وشعرنا هيرجع صحي تاني. طب خلينا اتكلم بقى عن مشكلة تساقط الشعر، طبعا ده بيعاني منها بقى الرجال قبل السيدات يعني. وبالمناسبة البروتكس برضو في رجالة بتعمله، يعني في رجالة بتحب ان شعرها يبقى طويل بس بيضايقها، او في رجالة مثلا عندها مشكلة ان شعرها من قدام بيبتدي يخف مع السن. تمام. فبيحبوا ان هم يطولوه شوية بحيث ان الشعر الطويل ده لما يرجع لورا يغطي الفراغات اللي في الشعر، فبيبقى بالنسبة لهم لازم يبقى مفروض علشان يغطي المشكلة ديت. تمام، يعني البروتكس كمان الرجال لا يستخدموه ما فيش اي مشكلة. تمام، بس الراجل هيكون هيسيب شعره طويل لان هو لو هيقصه هو مش هيستفيد منه في حاجة. طب تساقط الشعر بقى يا أميرة إزاي نقدر نعالج المشكلة دي سواء عند الرجال أو السيدات؟ طيب تساقط الشعر أول حاجة بالنسبة للسيدات في عادة كده إحنا بننساها دايما وبنبقى شايفين لأ أنا عايزة شعري طويل. طب أنت عايزة طويل بس مش صحي، هي الفكرة في كده. بتلاقي إن في ناس مطولة شعرها قوي بس في مثلا جزء اللي هو التلت الأخير ده جزء رفيع جدا. صحيح. وخفيف جدا وتعبان. أول حاجة طبعا لازم نواظب على فكرة إن إحنا نشيل الأطراف حتى لو سنتي أو 2 سنتي كل أول شهرين علشان برضو الموضوع ما يبقاش مرهق. ديت لو استمرينا عليها دايما هنشيل التقصف اللي تحت سوري فهتلاقي ان الشعرية بعد كده طالعة شكلها صحي. دي أول حاجة. تاني حاجة في فيتامينز لازم تتاخد أو تابلتس، لأن طبيعي إن كل مرحلة عمرية بيبتدي ينقص من الجسم الطبيعي حاجات معينة، لازم إحنا نكملها عن طريق التابلتس أو عن طريق الحقن. بيبقى في كورس حقن كده يعني بيتاخد، المفروض إن الكورس دوت لما بيتاخد بنكمل بيبقى زي دوز عالي شوية للجسم، بيجي مكثف بناخده الأول بعد كده بنكمل بعديها بتابلتس معينة، بحيث إن النقص بالنسبة للضوافر أو بالنسبة الشعر لأن مكوناتهم واحدة بنقدر نكمله لهم. لو شعرها تعبان أو مجهد لازم إن هي تبعد خالص عن الصبغة في الوقت اللي هو شعرها تعبان فيه. لازم نخلي بالنا إن الشعر ما يبقاش مبلول ونلمه. في مشكلة كبيرة قوي بتواجه الناس في فصل الشتاء وهي القشرة في الشعر طبعاً. بسبب المية السخنة بتجيب قشرة في الشعر، فلازم بعد ما نخلص حتى لو
حبه ميه ساقعه صغيرين في الاخر علشان خاطر ما يحصلش قشره في الشعر. دي من الحاجات اللي بتوقع الشعر. اميره احنا اتبسطنا جدا بوجودك معنا النهارده واستفدنا جدا، واكيد هيبقى في فقرات هنستضيفك فيها نتكلم اكتر عن مشاكل الشعر. بشكرك شكرا جزيلا اميره مصطفى خبيره التجميل ببيوتي سنتر جرين.